قلبك ومودك عبود بيقول لك شوفي في برجك والمود مبهور. منصبح بالخير عليكم مستمعينا مستمعين مزاج، ودائما بكل صباح منكون معاكم بأخبار جديدة عن الفلك ضمن المود مع عبود. اليوم الأحد 31/3/2013، اليوم القمر بالقوس، الأجواء اليوم نارية ومغايرة، القوس والأسد الأكثر حظا، الجوزاء والجدي الأقل. خلينا نشوف التوقعات. مولود الحمل، الأجواء اليوم عندك جيدة نوعا ما، لكن اليوم هيك أنت مستعجل، قاعدة بتكرفت كرفتي وانت تمشي، دير بالك، حاول تتمهل شوي، دير بالك بعلاقتك العاطفية، ما في داعي للشك، ما في داعي للخناقات مع شريك حياتك، وما تشوفه بفترة المساء بيكون أفضل لك. مولود التور، اليوم بداية أسبوع جيدة لك، واليوم بتصحى نشيط لأنه في عندك شغل كتير، التزامات ومسؤوليات. اليوم هيك هالنهار رح يمشي بسرعة، ولكن النجاحات رح تكون متواجدة معك فترة المساء، ما رح ترغب بالخروج مولود التور، رح تحب انك تضلك قاعد مع العيلة لترتاح. مولود الجوزاء، يعني انت مش عارف شو بدي احكي لك اليوم، لكن الافضل الافضل مولود الجوزاء انك تضلك ساكت، لانه هالنهار ما بحمل كتير شغلات ايجابية، اخر يوم بالشهر اصعب يوم بالشهر، دير بالك، قرارات، مبادرات، شغل فيه تأخير، مشاكل، مزاجك مش منيح، صحتك تعبانة، يعني كل شيء اليوم طابق فيك مولود الجوزاء، فانتبه كتير منيح، خصوصا مواليد 1/12/يونيو. مولود السرطان، اليوم في عندك نجاح ملحوظ كبير أو ملحوظ بشكل كبير يا مولود برج السرطان، اليوم هيك هالحضور القوي، هالكاريزما، هالكلام الدبلوماسي، انت يعني دائما دبلوماسي مولود السرطان، لكن اليوم بتكون دبلوماسي بطريقة أكبر، وأجواء اجتماعية جيدة خلال فترة المساء، كلكم هذا اللي بنحكي فيه، وأمورك العاطفية كوم تاني، اليوم ما بدك تبلش بحبيبك أفضل لك. مولود الأسد، اليوم الحظ هيك من الصبح قاعد ببرق من بعيد لإلك وبقول لك يلا اليوم انهار إيجابي وجيد، واليوم بحمسك لتفتح كل الأبواب. اليوم مولود الأسد مبسوط مرتاح، أجواءه إيجابية ومريحة بشغله بأموره الاجتماعية وبشعبيته بين الناس. الأكثر حظ مولود 1/12 أغسطس، مولود العذراء، اليوم بحكي مع حاله مش عارف شو بده يعمل، اليوم الشغلات اللي قاعدة تجي مولود العذراء بتخليه يحكي مع حاله صراحة، فدير بالك بقراراتك، على مزاجك، على صحتك. مولود العذراء، حاول تريح حالك اليوم، ممكن يكون في عندك بعض التحديات خلال فترة المساء على ناحية الشخصية وخاصة علاقاتك بأصدقائك وبالأخص مواليد 1/12 أيلول/سبتمبر. مولود الميزان، اليوم انت نشيط متفاعل كتير مع الناس اللي حواليك، اول ما تدخل مكتبك هاللسان اللي ما بسكت، بتعمل عجقة وين ما بتروح، انهار رح يكون بالنسبة لإلك ايجابي جيد، وفي عندك اعمال ومسؤوليات. بعض مواليد برج الميزان رح يكونوا على سفر اليوم او بخططوا لسفر قريب رح يعملوه. مولود العقرب، اليوم مع انه بداية اسبوع لكن انت مش شايف حدا قدامك قد ما انت نعسان، اليوم جعبالك ترجع بس تنام على البيت، دير بالك مولود برج العقرب، اليوم في عندك شغل كتير، بعض المشاكل بالعمل ممكن تتواجد ايضا خلال النهار وفترة المساء، ممكن تحتوي على بعض الالتزامات المالية، فضب ايدك شوي مولود العقرب. مولود القوس، اليوم الأمر عندك، يعني مين قدك، اليوم انت فرحان مبسوط وبلاحظ من أول ما تصحى انه قايم ترقص، فحاول تستغل هالنهار الإيجابي بالمبادرات بالقرارات وبالأمور المهمة. مولود القوس، اليوم انت شعبيتك رائعة بسبب مزاجك، في عندك هيك زي فرح داخلي اليوم، وهذا بيعكس علاقة جيدة مع الناس اللي حواليك. أما مولود الجدي، فاليوم كل ما تتقدم خطوة مولود الجدي بترجع 10،
واليوم إذا بتستنى خبر وراء أي تليفون ممكن يتأجل. عصبيتك بتسيطر على الوضع خلال النهار وفتة المساء مملة لأنه ما في أي شيء لتعمله، خصوصا مولد 1/10 كانون 2 يناير. مولود الدلو، الأجواء اليوم هادية رايقة ما فيها الإشي المهم، نهار سلس جيد، يعني في شغل كتير لكن بنفس الوقت كل شيء بتعمله بكل سلاسة وبسهولة. الأمور المالية جيدة اليوم، ممكن مبلغ يدخل لجيبتك مولود الدلو، لكن طنش اليوم شو رح تسمع حكي من الناس لأنه في حكي كتير ممكن ينحكى عليك. أخيرا الحوت، الأجواء ضاغطة اليوم بداية هذا الأسبوع، في عندك شغل كتير، التزامات، مسؤوليات عملية، ممكن مشكلة مع رئيسك أو مديرك بالعمل يخليك عصبي أكثر، وانتبه على وضعك الصحي، ممكن التعب الصحي تشعر فيه خلال فترة المساء وبالأخص لمواليد 1/10 آذار مارس. منعيد على مولود اليوم، مولود 1/3، ان شاء الله كل سنه انت سالم وبتنعاد عليك دائما هالسنوات بالصحه والسلامه. انت من مواليد الحمله العشريه الثانيه. بتميز مولود اليوم بانه مزاجي جدا جدا جدا، بغير رايه بسرعه، ما في عنده قرار واضح، ضايع دائما وما بعرف ياخذ قرار من تلقاء نفسه. هو انسان عنده حساسة قوية، ممكن يعيش برا البلد بغربة، وهو من الأشخاص اللي بيكره الروتين، بيحبوا التغيير، مغامر من الدرجة الأولى، ما بيفكر قبل ما يعمل أي شيء، ودائما جذاب للجنس الآخر، بيعرف كيف يأثر بشكله وبجسمه، وأيضا هو من الأشخاص اللي عندهم كاريزما وحضور مميز. مولود 1/3 من الأشخاص اللي بشغله ممكن يعتمد على الإعلام، الفن، الرياضة أو الطبخ لا يكون يأخذ مصاري أو يعيش، ولكن كموظف عادي ما بنجح أبدا. أمور العاطفية شوي تعبانة لأنه ما بكره الالتزام، وهذا ما بيخليه يضله بعلاقة واحدة لمدة طويلة. وصحيا بنتبه على الظهر، الكبد أكثر شيء. السنة الجاي سنة جيدة فيها تحسن الوضع العاطفي والاجتماعي، لكن بنتبه مولود 1/3 على وضع الصحي اللي ممكن يأخذ اهتمامه بفصل الخريف القادم وبداية فصل الشتاء. ممكن يكون في عنده تغيير ببيته، محل سكنه، إلى بيت جديد أو إلى بلد جديد. بهيك جينا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى أن الأبراج عجبتكم وتضلوا بخير وهنا لبكرة صباحا بتوقعات جديدة. نتمنى لكم يوم جيد، باي باي. خبي يومك، حياتك، شغلك، قلبك ومودك، عبود بيقولك شو في ببرجك، والمود معبود. المود مع عبود يوميا على 9:10 صباحا عمزاج أحلى إذاعة. والمود.